أهلا بكم في درس جديد من تعلم الماشين ليرنينج باستخدام الماتلاب. نكمل معكم الجزء الثاني Non-Linear Autoregressive Neural Network، وبعد أن قمنا بالحصول على الشبكة العصبونية. الآن إذا قمنا بعرضها، طبعا لم نقم بالتدريب بعد، ولكن إذا قمنا بعرضها فنرى أنه لدينا طبقتان مخفيتان 6 نورونز و 3 نورونز، ولكن هذه ما زالت 0 و 0. تمام. الآن بالنسبة لتهيئة الداتا، وأستطيع استخدام توابع مساعدة، وذلك من أجل تحليل هذا الانبوت والذي هو مثلا YT، والقيام بالتفصيل وإنشاء داتا تعتمد على التأخر الزمني والاعتماد على هذه المعلومات التي سوف أقوم بتزويدها إليه. فهناك توابع تقوم بتسهيل هذه العمليات وتوليد هذه الداتا بشكل تلقائي. فهنا بما أنني سوف أقوم بالاستفادة من الريكيرسيف فاكتور، أي عامل العودية، فهنا سوف أقوم باستخدام توابع مساعدة. هذه التوابع منها prepare ts، وهنا سوف نقوم بإدخال النتورك، وبعدها سوف أقوم بإدخال معاملات. ولكن قبل ذلك دعوني أقوم بالتعرف على هذا التابع، فنقول prepare ts. وإذا ألقينا نظرة فلدينا هنا، إذا ألقينا نظرة في الأعلى على هذه البرامترات، فهنا الt تدل على التارجت والx تدل على الانبوت. وإذا أردت مثلا وضع قيمة فارغة فأقوم بوضع خلية فارغة بهذا الشكل، وهذه تعبر عن الايرور، وأيضا XNF و TNF فهذه تدل على أنها non feedback، أي لا يوجد تغذية راجعة، فهذه تعبر عن الانبوت والاوتبوت والتي سوف أقوم بتصفيرها، فلست بحاجة إليها. فعليا سوف أقوم فقط بإدخال data، وهنا فقط للتفصيل الS تدل على الشيفتد أي المزاحة، وهذه الداتا سوف أقوم بالحصول عليها من خارج هذا التابع. فنقول هنا أقوم بنسخها والتي تساوي prepare ES على هذه النتورك، وهنا أقوم بإدخال القيمة الفارغة وذلك على الـ XNF والتي هي الـ Input Non-Feedback، وأيضا الـ TNF والتي هي الـ Target Non-Feedback، وأقوم هنا بإدخال الـ YT وحصلنا على هذه القيم. فنقوم بتنظيف النافذة. الآن سوف نقوم بالتدريب، فنقول network تساوي train net على shifted input xs والshifted target ts، وهنا initial status والتي هي xi، وأيضا initial layers والتي هي القيم الافتراضية والمبدئية لهذه الطبقات والتي هي ai لهذا الشكل. نقوم الآن بالتدريب. أعتقد أن هناك مشكلة في عدد العينات الموجودة في التارجت والانبوت، فنرى هنا إذا ألقينا نظرة أن TS ومقارنة مع XS مختلفة، لذلك علي القيام بالتصحيح. فهنا أعتقد المشكلة في هذا المكان، سوف أقوم بوضعها بهذا الشكل، وهنا أقوم بوضع TS لنرى الآن. تمام، إذا ألقينا نظرة فهذه 331 وهذه 331. دعونا نقوم الآن بالتدريب مرة أخرى. جيد جدا، راه أنه تم التدريب دون أي مشاكل. دعونا الآن نقوم برؤية النتائج. فقبلها إذا قمت بعرض هذه الشبكة فسوف نراها بهذا الشكل، لدينا input ولدينا output خارج، والذي يعبر فعليا على نفسه نراه هنا YT وهذه YT. جيد، فهنا علي القيام بإغلاق هذه الحلقة والتي من شأنها أن تساعدني في عملية التنبؤ. فالقيام بذلك أقول هنا net يساوي close loop هذه النت، فنراها بهذا الشكل، نرى كيف أنه قمت هنا بإغلاقها، وهذا من شأنه أن يساعدني في كل مرة على القيام باستخدام الداتا التي قمت بإنتاجها وجعلها دخلا للمرحلة التالية وهكذا. والآن سوف أقوم بتهيئة الداتا وتجهيزها، وذلك من أجل القيام بعملية الفاليديشن. فهنا الانبوت في الحالة الأولية initialization القيم التي تعبر عنه سوف نقوم بكتابتها باستخدام الـ YT، وهنا سوف نقول النهايتان، ولكن هنا سوف أقوم بالإزاحة نحو اليسار لطرح الماكس الخاص بالانبوت ديلي، وهنا أقوم بإضافة واحد. فإذا ألقينا نظرة على هذه القيم فنراها من الواحد إلى 19، وهنا فعليا هذه القيم أنا بحاجة إليها، لأنني بما أنه سوف أقوم بنظر 19 خطوة سابقة واستخدامها لتنبؤ بالخطوات اللاحقة، فقمت باستخدام هذه من الخلايا
ومن العينات التي قمت بالتدريب عليها. فهنا سوف أقوم بجلب هذه 19، ومن ثم سوف أقوم بالفاليديشن على هذه الداتا الجديدة والتي هي الواي في. فنقول هنا قم بجعل validation يساوي الواي initialization الخاص بهذه القيم الأولية 19 وأيضا الواي في. ونقول هنا قم بإنتاج هذه الداتا والتي هي shifted input وأيضا القيم الأولية initialization لها مع القيم الأولية initialization لهذه layers. وهنا نقول prepare ps ونقوم هنا بإدخال النت وخلية فارغة، وهنا أيضا، وهنا نقوم بإدخال validation والتي هي هذه الداتا. نحصل على هذه القيم الجديدة والتي هي XS, XI و AI والتي مقدارها 550. جيد، قد يتساءل أحدكم أن هذه المعطيات هي غريبة بعض الشيء. فعليا هي الحالة الأولية initial state، وهنا shifted state، وهنا initial layer. فأقوم باستخدام الحالة الأولية والانتقال إلى الحالة المزاحة باستخدام هذه اللاير. فنقول هنا بالنسبة للprediction، فنقول predict يساوي net على هذه shifted input وinitial input وinitial layer، وحصلنا على هذه النتيجة والتي هي أيضا 550. دعونا نرى الاختلاف بينها وبين القيم الحقيقية والتي هي الYV. فنقول هنا أولا قم بتحويل هذه الخلايا إلى قيم دبل. YV تساوي cell to mat matrix، وهنا نقول YV. فنراها كيف تحولت إلى دبل. بشكل مشابه نقول هنا predict مثلا YP، ومن أجل حساب الخطأ نقول هنا الE تساوي YV ناقص YP. فنرى مقدار الخطأ إذا ألقينا النظرة، عددها 550، وهنا القيم تتفاوت أغلبها أقرب إلى الصفر. من أجل الطباعة فهنا نقوم باستخدام الفيدر التي قمنا بإنشائها سابقا والتي رقمها 1 بهذا الشكل. نرى أن المجال الأخير هو 900، فهنا إذا قلنا اللينك الخاص بالواي والذي هو 900، فأستطيع القول مثلا قم برسم ابتداء من عند ال زائد 1، فهذا المقدار والذي يعبر عن التريننج سوف أقوم بتجاوزه انتهاء إلى اللينك الخاص بهذه الواي. وهنا أقوم برسم الواي بي مثلا بلون الأحمر، فنراها بهذا الشكل. نرى هنا كيف قمت نوعا ما بمجانسة الخيارات الأساسية، ولكن هنا بدأ الاختلال قليلا ليعود ويتجانس هنا. دعونا نقوم برؤية الايرور والقيام برسمه من أجل رؤية الخلل بشكل أوضح الذي هو E باللون الأسود، فنراه بهذا الشكل. نرى هنا أن الايرور قليل جدا، ولكن هنا أصبح كبير جدا ليعود ويصبح هنا متماثل. لماذا؟ لأنه فعليا إذا ألقينا نظرة نرى هنا أن هذه متجانسة في الشكل مع هذه إلى حد ما، وهنا يقوم بالاعتماد على الخلايا السابقة كما اتفقنا، وعلى أساسه يقوم بالتنبؤ. ولكن هنا ليس هناك تماثل في هذه القيم، فلم تتشابه مع هذه العينات السابقة، لذلك حصل هذا الاختلاف. إذن بهذا الشكل قمنا بإنشاء شبكة عصبونية غير خطية تقوم بالاعتماد على العينات السابقة والاستفادة من عامل الزمن، وذلك من أجل التنبؤ والانحسار ورسم العينات المستقبلية. فهذا كان باختصار مثال عن الأوتو ريجريسيف نورال نتورك. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.